Relief International is an international humanitarian organization focusing on alleviating the suffering of the affected community. The main priority in terms of health is to provide specialized service, to provide mental health services and physical rehabilitation services. حاليا عايدة من الحالات يلي اجتنا يلي بتعاني كتير من خوف وكتير من قلق وحتى واصل القلق فيها لمرحلة كتير كبيرة. عندها مشكلة المشي أثناء النوم وعندها مشكلة كمان بقلق الانفصال. دائما هي بحالة قلق، أبي ممكن يموت، أمي ممكن تموت، وهذا الشيء بلش معه من لما شافت الأحداث بسوريا وطلعت على تركيا. يعني حوالي تقريبا 5 سنين دائما يوم عن يوم عم تتفاقم هاي المشكلة عندها وعم تكبر مخاوفها. أنقذهم من عدم المعرفة ومن التسيب والانحدار نحو السوقية، يعني ولاد الشوارع والمشاكل اللي ممكن تصيبها الأطفال هاي في المرحلة هاي. فبالتالي هذا بيعطيني دافع إنه كتير كبير إنه أنا أرجع أعيد وأنه أطرح لأصدقائي اللي عندهم إمكانية لأنه يتطوع ويجوا يساهموا في هذا المركز. فهي كتير شغلة كتير كبيرة. Funding, we've been able to support and expand a number of our health services. Thankfully, our donors recognize the need for these specialized services. نحن جينا لمشان الولد، يعني ما بيسمع، ما لا بيحكي ولا بيسمع. فحكونا انه في مركز هون بيسمر، انه في مركز للسماعات وما سماعات. فجينا وطلبنا يعني قدمنا على شو اسمه الطلب، مشي حاله وركبنا سماعات. الحمد لله.